يوم جديد من ايامنا في الزمالك اليوم على شاشه المحور، اهلا بكم. طبعا بنتابع عن كثب وعن اهتمام مباريات دوري رابطه الابطال الافريقي ومباريات الكونفدراليه الافريقيه. طبعا احنا هنا بنمثل الكره المصريه في المحافل الافريقيه. النادي الاهلي النهارده تعرض لهزيمه غير متوقعه امام فيتا كلوب الكونغولي، كانت هزيمه يمكن مفاجأة، هزيمة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة. واشتعلت هذه المجموعة بعد فوز الفريق الجزائري شبيبة الثورة على فريق سيمبا التنزاني من لحظات، وتبوأ الصدارة في مجموعته برصيد 8 نقاط. الأهلي في المركز الثاني 7 نقاط، فيتا كلوب في المركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة 7 نقاط، وفي المركز الأخير سيمبا التنزاني. الجولة الأخيرة جولة فيها كلام كتير جداً كما هو الحال في الكونفدرالية الإفريقية. طبعا أنا هربط ما بين الناديين طبعا الكبيرين الزمالك والأهلي، لأن الموقف جد صعب جدا على الفريقين، ولكن إن شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك اللي مصيره إن شاء الله يكون بأقدام لاعبيه اللي بين قوسين الأبطال، اللي لعبوا مباراة العمر في أنجولا أمام بيترو أتلتيكو، وهدف حميد أحداد التاريخي اللي حرزه في الشوط الأول، وكيف استطاع لاعبو نادي الزمالك وقتها ان هم يخرجوا ببر الامان بالمباراه، وجروس عمل اداء عبقري كمدير فني في هذا اللقاء. بكره ان شاء الله نادي الزمالك عنده مباراه تاريخيه انجاز التعبير. نادي الزمالك بكره هيلعب مع جورماهيا الكيني في برج العرب في حضور جماهيري كبير جدا. النهارده قدرا كنت في اسكندريه، جماهير اسكندريه الزملكاويه واللي بيحبوا نادي الزمالك والاتحادويه اللي بيحبوا نادي الزمالك كله عايز يروح المباراة، مشاعر جياشة من جماهير زملكاوية كبيرة جدا في وجه بحري، كله عايز يروح استاد برج العرب. وانا عارف طبعا جماهير القاهرة بل وناس في الصعيد عايزين يروحوا بكرة، ولكن هناك ساعة رسمية طبعا وعدد مسموح لحضور المباراة. طبعا دي لقطات وصول نادي الزمالك الى الفندق طبعا اللي هيقيموا فيه ليلة المباراة النهاردة ان شاء الله. فرجاني ساسي الرسام السهل الممتنع زي ما شيكابالا قال عليه، النجم الكبير، واحد من اهم نجوم نادي الزمالك ومن اهم النجوم المحترفين اللي جم في تاريخ الكره المصريه في الدوري المصري، محمود علاء، بنقول له الحمد لله على السلامه محمود. محمود هداف من هداف الدوري، نجم كبير جدا، اثبت قدرات غير عاديه مع نادي الزمالك. عنتر بنقول له الحمد لله على السلامه، العريس بتاعنا طبعا بيرجع مرة أخرى. عمر السعيد في غياب هو حميد أحداد في غياب خالد بوطيب، الحمل كبير، ولكن طبعا الأمل فيهم كبير جدا. حمدي النجاز صاحب المستوى الثابت، النجم الكبير، النجم الدولي، الإضافة كبيرة جدا لنادي الزمالك. بهاء مجدي، عبد الله جمعة، نجوم الجبهة اليسرى، مدبولي النظرية المدبوليزم بتاعت السنة اللي فاتت، ومدبولي هو مدبولي بالقيمة الثابتة، اللاعب المهاري دائما وابدا بتلاقيه في كتير من المباريات. يعني انا متأكد ان مدبولي لو لعب بكرة الصبح، بكرة لو لعب بعد غياب عن المباريات هتشوفه لعيب كبير جدا. طارق حامد، وما ادراكم ما طارق حامد، يعود طارق حامد، يعود قلب نادي الزمالك. بس نادي الزمالك اكتشفنا ان ما عندوش قلب واحد، عنده قلب واثنين وثلاثة في وسط الملعب. لما بنشوفه بنفتكر ازاي كان محمود عبد العزيز وكان رجليه في الملعب في مباراه بيترو اتلتيكو، كانه بيلعب الموسم كله اساسي. طبعا اللقطه اللي فاتت للمعشوق الحاوي، والحاوي على راي كابتن احمد الطيب هو اللقب على لعيبه الزمالك، لان الحاوي ايمن حفني هو امتداد للحاوي الكبير والاعظم حمد عبد اللطيف. اما عن جنش فهو حارس مرمى مصر الاول، شاء من شاء وابى من ابى، ودي وجهات نظر فنيه في الاول وفي الاخر، ولكن نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك وبحكم قربنا من المعسكر. طبعا اللقطات اللي انتم شفتوها من شويه دي لقطات حصريه لبرنامج الزمالك اليوم على شاشه المحور. لاعيبه نادي الزمالك انا بقول لكم الكواليس، طبعا خالد بوطيب غيابه مؤثر جدا اكيد بكل المقاييس، ولكن في كوماندو الزملكاوي بكره هتتفرجوا على روح غير عاديه كما العاده في المباريات الاخيره، علشان طبعا النظريه اللي أو الكلام اللي كان بيتقال الفترة اللي فاتت، ركبه بتخبط، خايفين، الدوري راح، الكلام اللي انتوا عارفينه، هو هي حرب نفسية أحيانا بتكون محمودة وأحيانا بتكون مذمومة.
لان احيانا ما بيبقاش وقتها وبيبقى لها مقصد معين بشكل اوفر شويه. طيب انا النهارده هسال سؤال بسيط جدا قبل ما اروح للاخبار. النهارده لو قارنا، وانا على فكره انا لا اتمنى الفشل لاي نادي مصري وهو يشارك في البطولات الافريقيه، ده مبدئي بصفه عامه يعني، لانه بيمثل في الاخر كره القدم المصريه. فعشان يبقى الكلام واضح ومحدش ياخد الكلام مني ان انا فرحان وشمتان والكلام ده ابدا والله. ولكن لما جروس تعادل مع نصر حسين داي، ولما انا بقول جروس دلوقتي لان انا هعمل مقارنه بينه وبين لاسارتي المدير الفني الاجنبي للنادي الاهلي، لما تعادل مع نصر حسين داي وتعادل مع بيترو اتلتيكو وخسر امام جورماهيا، قامت الدنيا وما قعدتش، كسب بيترو اتلتيكو في انجولا. طيب النادي الاهلي على الجانب الاخر في الدوري بطل الابطال الافريقي كسب سيمبا وكسب فيتا واتعادل مع شبيبة الثورة الجزائري في الجزائر، وهزم من سيمبا وهزم من فيتا في الكونغو منذ لحظات او منذ قليل. النهارده لو جينا نقارن، لو الزمالك كسب بكره ان شاء الله لقاء جورماهيا، لو عملنا مقارنه بسيطه جدا بعدد النقاط، لو الزمالك وصل لثمان نقاط هنلاقي ان جروس مع نادي الزمالك وصل الى عدد من النقاط قبل الجوله الاخيره اكتر من عدد النقاط اللي وصل ليها النادي الاهلي في دوري رابطه الابطال الافريقي. هنا انا بخاطب كل الزملاء الاعلاميين الافاضل اخواتي واصدقائي وزملاء العمر، لما نيجي النهارده نعمل هذه المقارنه لابد ان نعطي كل ذي حق حقه. بقول احنا كلنا ورا اي نادي مصري بيلعب على اي بطوله، ولكن لما مدرب يتعادل تقوم الدنيا ما تقعدش في حاله جروس ونبتدي نسمع عن خالد جلال وناس تخترع وتقول كلام غريب جدا ليله مباراه مصريه زي بيترو اتلتيكو ويقولوا لك حسام البدري جاي نادي الزمالك في انفضاض مع حسام بدري، وما اعرفش ليه الكلام ده اتقال في التوقيت دوت قبل المباراه باقل من 24 ساعه، ونسمع كلام غريب جدا من اخواتنا واصدقائنا من بعض الاعلاميين وليس كل الاعلاميين، ان كان في برامج او ان كان في مواقع او ان كان في جرائد. في نهايه الامر انا بقول للكل نادي الزمالك يمثل الكره المصريه، ولو نادي الزمالك اتكلم في موضوع مباراه المقاولين وطالب طلبا رسميا نهائيا ان هو لن يخوض لقاء المقاولون العرب، فده حق اصيل لنادي الزمالك بحكم ان هو بيلعب على بطوله وعنده موقعه ناريه مع نصر حسين داي يوم الحد اللي جاي. وزي ما في لقاءات اجلت للنادي الاهلي في دوري رابطه الابطال الافريقي، فمن حق الزمالك الشرعي زي الاسماعيلي زي اي نادي مصري بيلعب في افريقيا ان المباراه لو احتاج نادي الزمالك، وهو طبعا محتاج مباراه كبيره جدا في الجزائر، لو اجلت مباراه المقاولون فهذا حق اصيل لنادي الزمالك. فده اللي انا عايز ابدا بيه. مش هكلمكم بقى على قصه الصفقات واسعار الصفقات والناس اللي جت في يناير والناس، هنتكلم في القصه دي كتير يعني، خليكم معانا النهارده، الكلام النهارده هيطول معاكم وهيطول شرحه النهارده ان شاء الله مع الزمالك اليوم. عموما بنتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك غدا في لقاء جورماهيا الكيني في استاد الجيش في برج العرب. وهعيد وهفكركم بجمله انا قلتها بعد لقاء بيترو اتلتيكو اللي كان هنا في اسكندريه، قد يكون هدف اوباما، قد يكون هدف اوباما في بيترو اتلتيكو في الثانيه الاخيره من الوقت الضائع في برج العرب، قد يكون هذا الهدف هو هدف الصعود. انا قلت لكم الجمله ديت بعد المباراه ديت وكان كتير جدا من الزملكاويه زعلانين، افتكروا الجمله دي معايا مره تانية ان شاء الله وبمشيئه الله سبحانه وتعالى. عموما المستشار مرتضى منصور بيخصص حلقه الخميس المقبل من الزمالك اليوم ليوم الشهيد. طبعا دي عاده المستشار مرتضى منصور ان هو دائما وابدا مهتم جدا بقضايا وطنه، وشايفين المواقف الجميله اللي هو دائما وابدا بيعملها مع اسر الشهداء والعضويات المستثناه والاستثنائيه، وان هو دائما وابدا بيتكلم على الموضوع دوت، وبيحب جدا 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 ان هو دائما يعمل سبوت على ما يتعلق بشهداء الوطن. فهو عامل حلقه ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله لتكريما لشهداء مصرنا المحروسه، ان شاء الله مصرنا دائما وابدا ربنا حافظها. ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي تبقى حلقه كبيره وانسانيه وجميله جدا كلنا نتابعها عبر شاشه المحور.
الحلقه كلها ان شاء الله هيبقى تم فيها استضافه اسر الشهداء والحديث عن بطولاتهم وتضحياتهم بارواحهم الغاليه فداء لمصرنا العزيزه والغاليه جدا على قلوبنا. حلقه مهمه جدا، وده الدور اللي دائما وابدا نادي الزمالك، نادي الوطنيه والكرامه، نادي الزمالك مهتم جدا وغيور جدا على المجتمع وغير جدا على الوطن بحكم ان هو يمثل نصف المجتمع المصري من حيث الشعبيه والجماهيريه، فطبيعي جدا ان يكون رئيس نادي وهو رجل دوله في الاساس يكون مش بعيد عن كل ما يحبه الشعب المصري ويحب ان هو يشارك فيه كمشاركه وجدانيه لشهداء افدوا بحياتهم وفادوا البلد بارواحهم وضحوا وسابوا يتامى وسابوا أطفال وسابوا أسر موجعة أو موجعة من رحلهم وفقدانهم. طبعا البقاء لله، وإن شاء الله شهداء عند ربهم إن شاء الله. بكرة الزمالك عنده المباراة المنتظرة جورماهيا. مستر كريستيان جروس وضع قائمة نادي الزمالك لهذا اللقاء. عماد السيد، جنش طبعا موجودين في حراسة المرمى. في خط الدفاع محمود علاء، محمد عبد السلام، محمد عبد الغني، الونش، حمدي النجاز، بهاء مجدي، عبد الله جمعة. ده في خط الدفاع. في خط الوسط طارق حامد، فرجاني ساسي، محمود عبد العزيز، محمد عنتر، إبراهيم حسن، يوسف أوباما، محمود كهربا، أيمن حفني، أحمد مدبولي، وأحمد زيزو. في خط الهجوم عمر السعيد وحميد أحداد. طبعا هنا واضح أن خالد بوطيب مش موجود زي ما قلت لحضراتكم. وطبعا على الجانب الآخر أخبار سارة لجماهير نادي الزمالك، كهربا بيعود لتشكيلة نادي الزمالك. مش عارفين هل كهربا سيخوض المباراة من بدايتها ولا هيلعب بحميد أحداد وعمر قدام، لسه الأمور مش واضحة. ولسه طبعا جروس ما أعلنش عن تشكيله الأساسي لهذا اللقاء، ولكن أنا متأكد أن ال 11 لاعب اللي هيلعبوا بكرة من البداية والثلاث تغييرات أن أجراهم جروس، هتشوفوا مباراة ملحمية إن شاء الله لنادي الزمالك. ولن تكون المباراة ملحمية إلا بحناجر الجماهير تكون ممتزجة مع أداء راقي من لعيبة نادي الزمالك. بكرة لازم يكون يوم مختلف كما العادة إن شاء الله على استاد الجيش في برج العرب، وأمل كبير جدا في جمهور الزمالك من أول ثانية لآخر ثانية زي لعيبة نادي الزمالك. جروس قال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة وصرح بتصريحات، قال إن تأجيل مباراة المقاولين، هو بيقول كمدير فني، تأجيل مباراة المقاولين بالنسبة له كمدير فني سيكون أفضل في كل الأحوال، لأنه هو طبعا بيعاني من ضغط المباريات ومن الإرهاق ومن توالي المباريات. وبيقول ان تركيزه على مباراة جورماهيا في الفوز وليس في فارق الاهداف. طبعا احنا لو جبنا جدول المجموعة، جورماهيا فايز على الزمالك في مواجهة مباشرة 4-2 في مباراة شهيرة كانت في كينيا. نادي الزمالك من المهم ان هو يفوز غدا بفارق اهداف كبير، ولكن جروس لانه محترف، لانه مش عايز يحط زي ما بيقولوا كده بالبلدي العربية قدام الحصان، بيتكلم بالمنطق. انا اهم حاجه عندي دلوقتي كمدير فني الثلاثه بونت، اخد الثلاثه بونت من فريق بيمتاز بسرعات عاليه، هو قال الكلام دوت، بيمتاز بلياقه بدنيه عاليه جدا. طبعا كينيا معروفه ان هم اصلا عدائين وان هم يعني ماهرين جدا وابطال في لعبه العاب القوى، هي طبيعه بشريه، فريق بيجري عنده فتنس عالي جدا، لياقه بدنيه عاليه جدا، فريق متعب جدا 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 من حيث اللياقه البدنيه. الفنيات الزمالك يكسب، الامكانيات الزمالك يكسب، جمهور كل حاجه، ولكن هو بيتكلم على عناصر القوه لدى الفريق الكيني، وحذر من ان هم عندهم مثلث هجومي بارع، عندهم سرعات. فبيقول ان المهم ان احنا لا نستقبل اهداف، وان نادي الزمالك يحرز اهداف، وان هو يكسب المباراه في المقام الاول، ثم يتم البحث عن فوارق الاهداف في هذا اللقاء. وده كلام محترم وكلام مهم جدا. بيتكلم عن ان هو سعيد جدا بعودة طارق حامد وعودة كهربا في تشكيلة نادي الزمالك ومحمود علاء، لان هو بيقول ان هم اشبه بعمود فقري لفريق نادي الزمالك. بنتكلم على محمود علاء، واحد من اهم اللاعبين في خط الدفاع في مصر كلها. طارق حامد افضل لاعب خط وسط مدافع في مصر. كهربا
وما ادراكم ما كهربا. وانا برضو هاخد من كلام شيكابالا ان على جمهور نادي الزمالك ان هو يستقبل كهربا كواحد من ابناء نادي الزمالك اللي احرزوا لنادي الزمالك اهداف مؤثره جدا 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 دائما وابدا. فكهربا لاعب كبير وكل جمهور نادي الزمالك لابد ان يساند هذا النجم وهذا اللاعب اللي عرق وبذل مجهود كبير جدا من اجل نادي الزمالك وياما اسعد جماهير نادي الزمالك. عموما تعالوا نشوف مع بعض جروس قال ايه في المؤتمر الصحفي عن هذا اللقاء الهام امام جورماهي الكيني. I think first of all we need to win the game and we of course we need to score, but first of all we need to win and for this we need to stay compact. Hopefully using the space we are going to find and to be efficient. I think this is very important. هو اولا فكر بقى لازم يكسب الماتش اهم حاجه طبعا لازم نسجل جوان كتير لازم يكسب الماتش عشان يكسب الماتش لازم نبقى خطوطنا قريبه من بعض في الملعب وبنلعب بايجابيه. الفريق مكتمل بالصفوف طمنا على عوده بالنسبه لثلاث حاجات وعوده كهربا ايمن وعوده لما هم هل هيكون لهم دور في المباراه؟ Yeah, we'll see our formation tomorrow, but of course they are a very important player for us. طبعا دي لعبه مهمه جدا دي عشان تشوف اشكالنا بكره. هل هو رحب بفكره تأجيل مباراه المغربيه لمصلحته عشان السفر للجزائر مباشره ام يلعب مباراه المغربيه مسافه الجزائر؟ Look, it's I'm used to play the games that are on schedule, so I'm always focused on this. But of course, if you have more time to prepare the next important game, it's better. But if the schedule is like this, we have to handle this. هم تعود على دخل الماتشات وتعود على التركيز في المرحله دي، بس طبعا لو في وقت ان احنا نحضر اكتر للماتش الجزائري يبقى احسن. طبعا حضرتك مدرب كبير مشهود له بالكفاءه، لكن هل افريقيا مدرسه جديده تفاجات بها عندما دخلت مع الزمالك المعترك الافريقي؟ But if is the African football a new school for you, can you with this? No, not really. Of course, on a club stage, yes, a competition like this. In Saudi Arabia, I played Asian competition games. But I had, everywhere, I had African players with me, and I had always a good relationship with them, and it's not completely new for me. It's a tough competition, very athletic, and when you're playing in Kenya or in Angola, you can see people enjoying, really having fun to come to the stadium and enjoying the game. This is fantastic, and this makes the football so popular. قوية أكتر ويعني وعنيفة أكتر ومحتاجة لياقة بدنية أكتر، بس هو في كل حتة كان عنده لعيبة من أفريقيا وكان لعيبة كويسة أوي فيه. دايما تشوف لما تروح تلعب ماتشات في كينيا وفي أنجولا الناس دي بتبقى مبسوطة إن هي رايحة الإستاد وبيخلي بيتهم مباراة حلوة. Look, we know the result because they're playing ahead of us. But at the end we need to win our game. كده كده هنعرف نجيب الماتش التاني عشان هم يلعبوا قبلنا. بس يعني في الاول في الاخر بنشوف الماتش بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مباراه صعبه طبعا ومباراه مهمه بالنسبه لنا ويعتبر عنق الزجاجه زي ما احنا بنقول. ان شاء الله ما قدمناش فرصه غير المكسب بكره. الثلاثه بونت هم ان شاء الله ما عندناش غيرهم، ما فيش تفكير في الثلاثه بونت ان شاء الله. كلام مهم جدا من جروس وكلام مهم جدا من عماد السيد، طبعا واحد من كباتن نادي الزمالك. كل التوفيق ان شاء الله لنادي الزمالك. على فكره فعلا لقاء نصر حسين داي مع بيترو اتلتيكو هيبقى الساعه 3 العصر، فطبعا نتيجه المباراه يكون عارفها كل جماهير نادي الزمالك والمجموعه كلها تبقى معروفه قبل المباراه. ولكن ما يفرقش كتير زي ما هو قال، لا بديل عن لنادي الزمالك سوى الفوز غدا امام جورماهيا الكيني ان شاء الله. بعثت نادي الزمالك في الجزائر استعدادا لمواجهه نصر حسين داي، هيبقى اللواء علاء ميري ده هو هيبقى هو رئيس البعثه، عضو مجلس اداره نادي الزمالك ان شاء الله هيبقى هو رئيس البعثه. طبعا اللقاء زي ما انتم عارفين يوم الاحد اللي جاي في العاصمه الجزائريه. زمالك 2002 بيفوز على نادي الصيد 2-1، وبراعم الزمالك 2005
بيهزم ام خنان بثمان اهداف نظيفه ببطوله الجيزه. دي اخبار سريعه. وسله الزمالك متالقه كما العاده وبتكسب مصر للتامين 78-58 في دور السوبر. طبعا نادي الزمالك في كره السله، وانا هنا بحيي مجلس اداره نادي الزمالك لانه رجع الالعاب الجماعيه صاحبه الشعبيه الكبيره جدا عند الجماهير البيضاء. جماهير نادي الزمالك بتعشق كره السله البيضاء وبتعشق الكره الطائره وبتعشق طبعا الهاندبول ملوك الصالات. فاكيد اكيد بكل المقاييس تحيه واجبه لمجلس الاداره اللي رجع هذه الالعاب مره اخرى الى ساحه البطولات بعد ايام كانت تعيسه جدا 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 في سنوات كانت عجاف على جماهير نادي الزمالك فيما يخص يعني تدهور مستوى هذه اللعبات الشهيره جدا في نادي الزمالك. طبعا في تغييرات بتحصل داخل نادي الزمالك كل فتره كده، من عاده مجلس الاداره وتحديدا المستشار مرتضى منصور، ودي فلسفه في الاداره ان هو بيجدد الدماء كل فتره، بيحاول يعمل فلسفه جديده في بعض القطاعات ومنهم قطاع الناشئين في نادي الزمالك. تعرفين احنا في شهر 3 داخلين على موسم الصيف، طبعا بيبقى فيه رواج في قصه الناشئين. نادي الزمالك معروف دائما وابدا انه بيهتم جدا بقطاع الناشئين وبالبراعم، فطبعا هو عمل قرار او اخذ قرار بان الكابتن محمد حلمي هيبقى هو المدير القطاع، والكابتن حسين عبد اللطيف هيبقى موجود، والكابتن احمد عبد الحليم. ويمكن اطلق كلمه لكل جماهير نادي الزمالك راحه فيها بنجوم نادي الزمالك والخبراء الكبار كابتن حلمي وكابتن احمد عبد الحليم وكابتن حسين عبد اللطيف في هذا الفيديو. تعالوا نشوف. الكابتن محمد حلمي من زمان، وجوده النهارده يا جماعه لا علاقه له بالروس. الروس قاعد لنهايه مدته بخيره وشره، بحسناته وايجابياته وسلبياته. عشان احنا لما طبعا بنعمل شويه تغييرات عشان من وقت لاخر بننشط الاماكن، قطاع الناشئين، مدرسه الكوره، الاكاديميه، اللجنه الفنيه. ف احنا طبعا بشكر الكابتن غانم سلطان، ادى دور محترم جدا جدا في الفتره اللي فاتت. لكن ليه دور تاني، هيبقى رئيس اللجنه الفنيه في النادي كله، بتشرف على الناس كلها. ده غانم سلطان. يعني ما مشيش عشان هو وحش، لكن زي ما بقول في حاله من التنشيط. انا لما كلمت الكابتن حلمي عشان يتولى المكان، هو كان عنده حساسيه ان البعض هيقول لك بقى ده جايبه تمهيدا عشان يمشي جروس. لا، جروس ملزوق بغيرها في نادي الزمالك، يعني مغني كده خلاص. وبعدين الناس ما بتعرفوش ان جروس واخد استحقاقاته بالكامل من بره، من تركي الشيخ. تمام، جروس مدرب كويس جدا، هيكسب هيتعادل ولا قدر الله يخسر، الوضع طبيعي. احيانا بيعاند، تمام. محمد حلمي برضه كان بيعاند، عامل فيها بقى لما هو بس بفكره، لا بفكره كان ايمن حفني وكوفي، وكان عندنا ماتش لو كسبناه كان هنلاعب المصري في اسكندريه. لو كسبنا الماتش يا محمد يا حلمي خدنا الدوري. ليه بقى؟ لان الاهلي، انا قلت لهم حتى الاهلي هيتعادل الماتش الجاي، فهيتعادل مع الاتحاد. تمام؟ كنا في رمضان، فاكر طبعا، قعدوا يكلموا محمد حلمي عشان خاطرنا يا محمد، محمد العيال تسافر، في الاخر عند الفجر قالوا لهم ماشي يسافروا. انا بحضر في الماتش في المقصوره، لقيت ايمن حفني لابس بيجامه وكوفي لابس بيجامه. طب الاهلي لابسه بيجامه ليه؟ ليه محمد مستبعدهم؟ انت يا محمد لما انت مستبعدهم، تمام؟ طب وحضرتك خليتنا خدوا ميكروباص وراحوا بيه ليه؟ لكن محمد مدرب كويس جدا، محترم جدا. ويا جماعه تاني بقول، وجود محمد حلمي وحسين ملوش علاقه بالجهاز الفني للفريق الاول. عشان محمد لما انا كلمته وعنده حساسيه شديده، فقال لي لا اصل الناس هتقول وجاي طفش، لا انت في مكان تاني خالص، تمام. وانا قلت تاني واقول، يا كريم يا ابن حسن شحاته، يا ابن المعلم الكبير اللي بنحبه ونحترمه، يا ريت يبقى عندك ربع اخلاق والدك وربع وتمن انتماء والدك نادي الزمالك. انت بتقول انك انت عندك اخبار مؤكده، ان انا بفكر، شوف تخيل بقى انت دخلت تفكير امي جوه اهو، ان انا بفكر اشيل جروس واجيب حسام البدري. يا ابني حسام البدري ده كان في فتره من الفترات، تمام. وانا ما بعرفش اكذب، انا فعلا كلمته من حوالي 3-4 سنين، ومحمد حلمي عارف، كلهم عارفين انا كلمته، تمام. لكن حسام البدري دلوقتي يا جماعه رئيس نادي اسمه نادي بيراميدز، وبعدين قصه اهلي والزمالك انتهت خلاص. يعني
انا فاكر لما الكابتن الجوهري جه المستشار الجليل ربنا يشفيه ويديله الصحه جلال ابراهيم، قال انا مش عارف ادخل بصراحه الجوهري النادي ازاي. ليه؟ لان كان في لاعب مقبض كلاعب 30 جنيه، قال لهم اقعدوا في المدرجات اول ما يخش جوهري امك يا جوهري. تمام، فرحت رايح مدي كل عيل فيهم 100 جنيه اللي اخذهم من حياتي، اخذ الجواري معايا في عربيتي ودخلت بيه لغايه الاستاد. تمام، اول ما بنحبك يا جوهري التاني طبعا اتجنن. ليه؟ 30 زي بالظبط الفيلم بتاع احمد رمزي وعبد الحليم حافظ لما اداله فراح اديله علقه موت. تمام، فمحمد حلمي مدرب محترم جدا، مدير فني محترم، انا تصوري كان عامل شغل كويس جدا في طلائع الجيش، لكن دي رؤية ناس مسؤولة ورؤيته هو. على فكرة محمد من النوع اللي ايه الزهوق، يعني بيزهق، يعني انت هتوجع دماغي ليه؟ انا همشي. تمام، فيا استاذ محمد، يا كابتن محمد، جروس قاعد انها تعد ان شاء الله. سيادتك بتمسك اكبر قطاع، بتشفع اكبر قطاع في الاكاديمية وفي المدرسة وفي قطاع الناشئين اللي بيطلعوا لنا الولاد. تمام، ممكن يكون واختيارك ما تمش عشوائي، انت وكابتن حسين تم الكود شخصيتكم وحزمكم وانتوا بتعرفوا تشتغلوا. لكن انا بقول دايما البني ادم الناجح في شغله لا حد يجي يشكره للرئيس ولا حد يجي يشتم الرئيس. انا مبدئي كده، حضرتك جاي تشكره يبقى هو جابلك، حضرتك جاي تشتمه يبقى عمل مشكله، فانا لا عايز دي ولا عايز دي. فاهلا بك يا كابتن محمد دناديك، وانت جاي في مهمه وعندك، احنا عندنا في القطاع طبعا ناس انت بتحبهم جدا، عندك حميد عبد الحميد بسيوني وعندك سامي الشيشيني، يعني ناس منضبطين انت وحسين، ناس شخصيات منضبطه ولاد النادي. تمام، طبعا حماده اللي عمل الاكاديميه من الاول اللي هو موجود يعني. طبعا الكابتن احمد عبد الحليم مسك مكان تاني خالص، وعلى فكره كان في اللجنه الفنيه اللي هيترأسها دلوقتي غانم سلطان. احمد عبد الحليم هو هيبقى الكشاف، هيشكل لجنه بمعرفته، هم دول اللي هيشوفوا الاولاد اللي في المحله واللي في طنطا وفي اسيوط وفي هنا واسكندريه، ويقول لنا احسن المواهب هندفع نشتريهم. تمام، هو ده دوره، وطبعا عينه احنا مش هننسى احمد ودوره، عينه كويسه جدا على اللعيبه. فاحنا من حين لاخر زي مثلا عايز اقول لك حاجه، احنا لسه مغيرين المدير الفني للكره الطايره، جبنا الكابتن حسام مكان كابتن مشكور طبعا احمد مصطفى، زي بنشكر الكابتن غانم سلطان. ليه؟ لان احنا برضه لقينا كرة الطايرة، أنا الأول في السلة، الأول في اليد، الأول في القدم، لكن لما تغلب من نادي واحد ثلاث أربع مرات يبقى في خلل هنا. ممكن اللعيبة هي اللي عاملة له الخلل، ممكن مش عارف يسيطر على اللعيبة، لكن أنا عمال أكسب الناس كلها وأجي عند الفريق دون ثلاث أربع مرات، فجبنا وحسام مش غريب طبعًا لأنه كان مدير فني قبل كده. فـ كابتن محمد من غير حساسية، ده ناديك وده بيتك، وأتمنى إن ربنا يوفقك في مكان أنا تصوري انت اللي بتطلع الولاد كلهم لينا في الفريق الاول. كابتن احمد حليم طبعا ليه دور كبير جدا 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 في ان هو يكتشف لنا المواهب كشاف، ودي وده مهمه مش صغيره، هو يختار سيدينه يختار الناس اللي معاه. كابتن حسين طبعا يعني حدث ولا حرج طبعا عن ادبه واخلاقه وحزمه وانتمائه لنادي الزمالك. واعتقد حسين انت ليك هنا جنينه باسمك ولا لسه مالكش؟ والله يا فندم انت شايفه حضرتك. لا ليك تاني، حسين عدلين ولا مش عدلين؟ جاهز. عندنا حسين، وعندنا مجدي شلبي، وعندنا مدحت مكي مظبوط كده، دول الثلاثه لسه. عندنا سعيد البداية خد ولا لسه؟ سعيد واحمد رمزي. لا لسه. واحمد رمزي. واحمد رمزي. الحاجات الجديده بس. فاحنا عندنا المراكز دي هتبتدي. طبعا. لان الناس دي انا دايما بقول احنا عاملين على فكره فيلم تسجيلي مدته ساعتين عن تاريخ نادي الزمالك من 1911 لغايه النهارده. بتعليق بنقول كل وين فيه طبعا كل الفرق، شوف بقى من ايام كاس السلطان والكلام دوت يعني، وده رايي وانا على فكره كاتب السكريبت بتاعه. انه الناس دي اللي صنعت مجد الزمالك ده، الناس دي اللي صنعت اسم نادي الزمالك. يعني لما نقعد نفكر كده ناس كتيره الناس ما تعرفش، واحد اسمه مرعي مثلا، مرعي ده من تفتكره من اللعيبه القدام جدا. طبعا واخد بالك. وكان هداف وكان كابتن. لازم الجيل الجديد ده يعرف مين التاريخ ده. وزي ما بنعمل ده احنا عاملين حاجه برضو جديده، الفنانين الزملكاوية. احمد بزهر، كمال الشناوي، فؤاد المهندس اللي كان معاه قدام الله يرحمه، شكري سرحان، الناس اللي قدام، رشدي اباظه، كل دول ناس اللي قدام، محمد منير وهاني شاكر،
وعمر دياب وهنيدي وحكيم محمد السقا واحمد السقا طبعا ومحمد نيري طبعا. فبنعمل لكل واحد قاعه هنا في النادي، عندنا قاعات كتير بحيث ان البني ادم يعرف مين حسين عبد اللطيف، مين احمد طه حاليا خلاص. واحنا يا جماعه ما عندناش مشكله مع حد. ابن عبد الرحيم محمد امبارح جه الله يرحمه، طالب بيشتغل اشتغل فورا ماشي لاقل يعني اقل. سيبك بقى ان كان في مشكله، دي مشكله كانت عبيطه تمام. الله يرحمه الزلال معايا في الاهرام لما توفى الله، وكانوا ماشيين اخوه، ولما جه قال لي قلت له لا، كان عبد الرحيم ايامها عايش مفيش حاجه اسمها يمشي يمشي ليه؟ افرض عبد الرحيم غلط اخوه يمشي ليه؟ ورجع بتالي يا اسماعيل اخوه جه ابنه امبارح عشان يشتغل وعيناه فورا. ده اقل حاجه تتعمل لاولاد خدموا نادي الزمالك. كابتن مرحب بيك في بيتك، ومش هنسالك الموضوع العندي ده كل في رمضان لسه بنتكلم فيها من شويه. حسين طبعا حاجه جميله وشاء الله يكرمك يا فندم. الله يكرمك كابتن احمد حليم، انا سعيد باللي انت بتقوله في التلفزيون. الله يخليك. مش بتتكلم عني، بتتكلم عن النادي بحب. بيقول كلمة حق يعني، بيتكلموا حق حب طبعا خلاص. واحنا على فكره عاملين برنامج، ناس بتنتقد، واحنا عاملين نادي برنامج للزمالك عشان نشتم الزمالك ولا عشان نطلع حبنا للكيان الاسماعيلي؟ ودايما بفرق بين الكيان وبين اللي بيحكموا الكيان. الزمالك ده اعظم نادي في التاريخ، والاهلي اعظم نادي في التاريخ، بس احيانا بيجي يحكم الاعظم ده ناس مش على مستوى الكيان تمام. فلما ننتقدهم الناس بتزعل، يقول لك ده بيهاجم الزمالك. لا مش بيهاجم الزمالك، انا النهارده مسؤول عن النادي، ممكن اغلط انتقدني، لكن الكيان ده ده الزمالك اللي من 1911 والاهلي من 1907، دول حرمين كبار في مصر. واللي زي ما قلت قبل كده اللي مش شايف يبقى اعمى. كلموا احنا بنشوفكم، كلموا بشكل محترم عن النادي الاهلي، وانتم كلكم لعبتوا في المنتخبات مع لعيبه من النادي الاهلي. مبروك يا كابتن محمد، مبروك يا الله. يعني بنبارك طبعا للنجوم الكبار، النجوم اللي عندهم اخلاق عاليه جدا بره الملعب وجوه الملعب، كانوا لعيبه كبيره جدا. كابتن احمد عبد الحليم، كابتن محمد حلمي، كابتن حسين عبد اللطيف، مديرين فنيين على اعلى 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 مستوى دائما وابدا، مدربين نادي الزمالك، مشرفين نادي الزمالك في كل الاماكن وفي كل الانديه. بيرجعوا مره ثانيه لبيتهم في قطاع الناشئين. كابتن احمد عبد الحليم عينيه في اختيار اللاعبين هايله جدا، وكان مرشح ايمن حفني ان هو يبقى موجود في نادي الزمالك لوقت ما كان ايمن حفني اصلا في مصر المقاصه لما كان بيلعب في الدوري الممتاز به، وطلع لعيبه كتيره جدا لنادي الزمالك. على الجانب الاخر طبعا الكل 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 يريد ان يطمئن على نادي الزمالك، على بعثه نادي الزمالك اكيد بكل المقاييس. عندنا فريق عمل محترم دائما وابدا الفتره ديت واللي جايه واللي فاتت، هتلاقوا دائما كل ما يخص الزمالك في الزمالك اليوم حصريا عبر الزمالك اليوم على شاشة المحور. معنا ومعكم على الهواء مباشرة الزميل أحمد كيوان، على الهواء مباشرة من مقر إقامة بعثة نادي الزمالك من الأسكندرية الدؤوب والمجتهد. كيوان مساء الخير. تحياتي ليك زميل العزيز احمد جمال، وتحياتي لكل متابعي الزمالك اليوم، ووحشتني بجد يعني في البدايه. منور اكوان، واطلاله جميله جدا على شاشه المحور مع الزمالك اليوم، وطمن كل جماهير الكره المصريه على بعثه نادي الزمالك. في البدايه طبعا يمكن نادي الزمالك بيخوض مباراه كبيره غدا امام بطل كينيا جورمايا. يمكن نادي الزمالك في بدايته هبدا معاك بكل التفاصيل زميل العزيز احمد. بدا نادي الزمالك بتدريب على ملعب عبد اللطيف ابو رجيله في تمام الساعه 3 عصرا. بعد انتهاء التدريب مباشره التقى المستشار مرتضى منصور بالجهاز الفني واللاعبين والجهاز الاداري، يمكن حثهم وحرصهم على الفوز في لقاءين مهمين جدا بالنسبه للزمالك. يمكن لقاء غدا مهم جدا، يمكن زي ما انت عارف ابو حميد النقاط قريبه جدا بين الفرق المتنافسه، كذلك المباراه بتفوز او بتتعادل ممكن تغير نتيجتك ويتغير كمان ترتيبك. فاعتقد حرص المستشار النهارده لملازمه الفريق قبل السفر الى الاسكندريه، ووعدهم كمان ب مكافآت متضاعفة بعد الفوز على بطل كينيا غدا بإذن الله ثم نصر حسين ضاي. يمكن سبقت كاميرا الزمالك اليوم بعثة نادي الزمالك، وكنا حريصين في التواجد في مؤتمر بدأ الاجتماع الفني، رصدنا
ان نادي الزمالك سيرتدي غدا التيشيرت الابيض والشورت الابيض وكذلك الشراب الابيض زيه الرسمي والتقليدي، اما منافسه جورمايا سيرتدي القميص الاخضر والشورت الاخضر وكذلك شرابه الاخضر. يمكن بعد انتهاء الاجتماع الفني رصدنا بعثة نادي الزمالك لما وصلت المعسكر، كان في احتفال كبير جدا من بعض الجماهير المنتظرة في يمكن انت عارف مدينة برج العرب، فانخفاض في درجات الحرارة لان في ناس كتيرة جت عشان تؤازر نادي الزمالك قبل مهمته غدا. يمكن شفنا ابتسامات كبيرة جدا من الجماهير وفرحة كبيرة جدا انهم التقوا ببعض اللاعبين، لكن سرعان ما اتجه كل لاعب الى مكانه. يمكن سبق بعد ذلك كاميرا المحور اتجهت الى استاد برج العرب. تابعنا تفاصيل المؤتمر الصحفي لمستر جروس في بداية كان في تمام الساعة 8 مساء، صرح مستر جروس على بعض التفاصيل الخاصة بمباراة الغد. بعض الزملاء سأل رؤيتك لمباراة الغد، طبعا بكل حب وبكل تفاؤل أكد على قوة نادي الزمالك غدا، جماهيره ستشاهد كرة قدم مختلفة، كرة قدم ممتعة، كرة قدم في النهاية ستحصل على 3 نقاط ولكن سنقدم كرة قدم تعود عليها الجماهير وبيحبها الجماهير من نادي الزمالك. يمكن سألنا بعض الأسئلة برضو زميل أحمد على تأجيل مباراة المقاولين، تطرقنا بعض الأمر من أجل مواصلة الزمالك مشواره الأفريقي، كان يعني يمكن ربما لو تأجل الأمر أعتقد هيدي مساحة من الراحة لبعض اللاعبين ليستكمل الزمالك إن شاء الله مشواره غدا ثم يوم 17 من هذا الشهر في امام وجده للنصر حسين ضي. يمكن تفاصيله على المباراه هو ما اتكلمش كتير، كانت اجاباته مختصره بان نادي الزمالك اللعيبه مركزه. يمكن انت اعلنت منذ لحظات قائمه نادي الزمالك كان ابرزها عوده الثلاثي محمود علاء وكهربا بعد الايقاف وكذلك محمود وزيزر طارق حامد، اكد ان عودتهم مختلفه وعندكم اكيد اضافه كبيره للفريق، لكن تشكيله الغد اعتقد هتكون داخل المباراه سيشاهدها الجميع. يمكن بعد انتهاء مستر جروس من مؤتمره كان معاه كابتن التيم كابتن عماد السيد، لكن شاهدنا وتابعنا تفاصيل المؤتمر الصحفي ايضا لفريق جورمايا اللي يمكن بعض اللمسات شفنا حاجه كابتن احمد مختلفه شويه، كان في رسالات واضحه جدا من المدير الفني لبطل كينيا للتحكيم. هو من وجهه نظره يرى ان مباراه نصر حسين ضاي يعني تجنى عليه الحكم في بعض من احتساب هدف ملغي، لكن هو يرى ان مباراه الغد يريد ان الا يرى هذا المشهد يتكرر. لكن من خلال متابعتنا لتفاصيل نادي الزمالك شفنا ان الزمالك دايما حكام اللي بتبقى متواجده في مبارياته ما بتبقاش منصفه لنادي الزمالك، لكن كانت رسالته واضحه حتى كررها اكثر من كم مره ابو حميد ان يا ريت الحكام تكون منصفه. انا بشوف ان الحكام لما بتلعب الفرق المنافسه على ارضها بتكون لصالحها، فاعتقد كانت رساله واضحه. لكن هو في بدايه حديثه بامانه اثنى على قيمه نادي الزمالك واكد ان نادي الزمالك فريق مدجج بالبطولات ومدجج بالنجوم، لديه اداره محترمه، لديه جهاز فني على اعلى مستوى، لديه لاعبين كبار يصنعون الفوارق. يمكن كمان فوزه الاول على نادي الزمالك لم يكن من وجهه نظره حظا، كان مرتب له كويس جدا، طبعا كان في انخفاض كان في ارتفاع كبير في درجات الحرارة واختلاف الأجواء، لكن هو أكد على أن مباراة الغد ستكون قوية، يتمنى الفوز بالتأكيد، لكن كلنا نتمنى الفوز لنادي الزمالك كلاهما يحلم. أعتقد أن المباراة ستكون فاصلة في الغد. بعد انتهاء المؤتمر الصحفي توجهنا أيضا لمتابعة تفاصيل أول ربع ساعة من تدريب جورمايا، ثم عدنا إلى المعسكر. معسكر يعني عاوز أقول لك معسكر لطيف هادي مختلف، في انتظام، كل اللعيبة عارفة اتجاهاتها، كان في جلسة ومحاضرة خاصة مستر جروس مع اللاعبين، ثم تناول وجبة العشاء، ثم اتجه اللاعبين إلى غرفهم. يمكن عاوز أكلمك أبو حميد إن وأنا بكلمك منذ لحظات وصول الأستاذ أمير مرتضى منصور مدير جهاز الكرة بنادي الزمالك ومعه الكابتن الكبير كابتن تيجانا كابتن إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة، يمكن لمتابعة كل التفاصيل وأجواء المعسكر ومؤازرة الفريق إن شاء الله اليوم وغدا بإذن الله. يمكن دي أهم التفاصيل ما لدينا هنا في معسكر الفريق. بالنسبة كمان للجماهير اللي جاية تتابع وجاية تتصور مع اللعيبة، يعني كان في تعاون مع منذ وصول اللعيبه، لكن بعد ذلك ما قدروش يوصلوا طبعا للغرف. الامور كلها محكمه، الامور منتظمه، انتظام وهدوء تام يسيطر داخل معسكر نادي الزمالك. اللعيبه مركزه، اللعيبه عندها طموح باذن الله انها تحقق الهدف اللي هي عاوزاه. بالنسبه للتذاكر زي ما انت شايف ابو حميد على السوشيال ميديا انتهت التذاكر، غدا هنشوف اتوبيسات خاصه تتجه بجماهير نادي الزمالك لمؤازره الفريق ان شاء الله غدا امام بطل كينيا جورمايا ليصل الزمالك الى قادم الادوار باذن الله من دور المجموعات بعد الفوز غدا وبعد
وبعدها في المباراه المقبله. لو في عندك اسئله اتفضل يا ابو حميد. احمد كنت عايز اسالك على طبعا انت قريب بقالك شويه مع فريق نادي الزمالك من قبل ما يسافروا ولحد ما وصلوا الاسكندريه، وانت يعني انت راجل كوير زي ما بيقولوا، يعني اكيد انت بتقرا انطباعات وتعبيرات الوجوه وقريب من اللعيبه وشايف الاتوبيس، شايف المعسكر، شايف الاوتيل. بصفه عامه يعني شايف لعيبه نادي الزمالك الاحاديث الجانبيه ازاي بيتكلموا عن المباراه، شايفين المباراه ازاي، الجهاز الفني بيقول ايه، بصفه عامه ايه اللي بيدور في اروقه وكواليس نادي الزمالك من حيث مش الفنيات ولكن من حيث النواحي النفسيه؟ الحالة النفسية بصراحة حالة مرضية جدا، اللعيبة كلها متفائلة بكرة، مركزين، عاوز اقول لك بمنتهى الامانة كلهم مركزين حتى بعد وصولهم، حتى بعد انتهاء كمان المحاضرة. اللعيبة اللي بتشتكي من حاجة، يعني مثلا في بعض اللاعبين اللي عاوز يعمل مساج، اللي عاوز ينزل اللي يعمل حاجة في جسمه، اللي عاوز يفك بعض عضلاته، مهتمين جدا ومركزين جدا كل اللعيبة بجد. الجهاز الفني والجهاز الطبي مركزين جدا مع اللعيبة، أي طلبات موجودة. عاوز اقول لك إن اللعيبة حتى وهي بتتكلم مع بعضها مركزين بكره مفيش غير الفوز. يعني عاوز اقول لك اتكلمت مع بعض اللعيبه، لا بكره اللعيبه كلها مركزه، عينيهم واضحه، نظراتهم كلها ثاقبه، عاوزين كلهم يخرجوا بنتيجه مبشره للتفاؤل. يمكن فوز الزمالك هناك في انجولا فتح بوابه التاهل، فتح بوابه المرور من على حساب جورماهيا او نصر حسين داي. ان فاز باذن الله الزمالك غدا لا ينتظر لحسابات الاخرين ثم يفوز ايضا على نصر حسين داي. الزمالك ما بيبصش وراه، حتى كمان اللعيبه مش مركزه كمان في حسابات الاخرين، لا احنا مركزين في الملعب، عندنا 90 دقيقه نقدر نعمل فيهم كل حاجه، مش هننتظر حسابات حد. يعني حتى اللعيبه كلها بتتكلم مع بعضها، مش هننتظر حسابات مين يفوز ومين يخسر، ما عندهمش الكلام ده. احنا بكره هننزل نكسب، ننزل نسعد جماهير الزمالك، ننزل نطمن الجماهير، الجماهير اللي بتجي لنا من اخر الدنيا، الجماهير اللي بتروح ورا نادي الزمالك. يمكن انت شفت ابو حميد المباراه اللي فاتت، جماهير جايه من اخر الدنيا بصراحه، جاي اللي جاي من الاقصر، واللي جاي من المنوفيه، واللي جاي من الفيوم، واللي جاي من الاهليه، جايين من اخر الدنيا لبرج العرب وانخفاض في درجات الحراره. وبكره المباراه الساعه 9، وانت عارف بكره كمان هيبقى في انخفاض في درجات الحراره، الا ان في تكاتف وفي تحالف من جماهير نادي الزمالك لمؤازره الفريق لاخر لحظه. واعتقد ان نادي الزمالك في قمه تربعه على الدوري وفي قمه ادائه، ويمكن انت شايف كمان الحاله اللي بيقدمها مجلس الاداره والدعم الكبير جدا اللي بيقدمه المستشار مرتضى منصور وكل اعضاء مجلس الاداره كمان، ويمكن الاستاذ امير مرتضى لحظه بلحظه قريب من كل لاعب، واخد باله من كل التفاصيل الصغيره، بجد التفاصيل الصغيره نادي الزمالك مركزين فيها. هدوء، يمكن انت ورايا شايف الاجواء هاديه جدا في الفندق، اللعيبه كلها في غرفها، ابو حميد اللعيبه كلها موجوده في غرفها، كل لعيب ملتزم بوقته وملتزم بمكانه، مفيش بقى بعض الحاجات الاخبار اللي بنسمعها ان في اكل بيجي من بره، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. اللعيبه اتعشت، نولت وجبه العشاء وخلاص، خلصت المحاضره، كل لعيب اتجه لغرفته. يمكن دي اهم ما لدينا من احداث. لو عندك سؤال انا معاك. احمد بشكرك شكرا جزيلا على هذا التقرير الوافي، ونتمنى لك كل التوفيق في تغطيتك ان شاء الله غدا في هذا اللقاء، وتغطيتك بصفه عامه لكل كواليس واخبار نادي الزمالك خلال هذه الفتره والفتره القادمه. بشكرك شكرا جزيلا من مقر اقامه بعثه نادي الزمالك في الاسكندريه الزميل العزيز احمد كوان، شكرا جزيلا لك. عموما مكملين في الزمالك اليوم، طبعا كل الجمهور بيتكلم النهارده لحديث لجماهير نادي الزمالك الا عن زياره المستشار مرتضى منصور لاتحاد الكوره، الحديث عن تاجيل مباراه الزمالك والمقاولين، الحديث عن ما دار اليوم في دوري رابطه الابطال، والمقارنه ما بين مسيره الزمالك ومسيره الانديه الاخرى المنافسه كما النادي الاهلي في دوري رابطه الابطال، الكلام عن الصفقات هنا والكلام عن الصفقات هنا، المقارنه ما بين لاسارتي والمقارنه ما بين جروس، مين نتائجه افضل، الحديث عن الاعلام وتناول الاعلام مع نتائج الفرق المصريه في الكونفدراليه وفي دوري رابطه الابطال الافريقي، الكلام الماتش اللي يتاجل ولا ما يتاجلش، يتأجل علشان ماتش الجزائر، كل الكلام اللي انتوا عايزين تسمعوه اكيد هنتناقش فيه مع نجوم التحليل والصحافه الزملكاويه، النجوم الكبار، كبير الصحفيين طبعا النجم الكابتن محمود معروف طبعا الصحفي الكبير، والاستاذ عبد الشافي صادق الصحفي الكبير، والاستاذ محمد الراعي الصحفي الكبير، هنستقبلهم في الزمالك اليوم بعد قليل.